drop the beat. سلام عليكم، اهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. انا عايز اشكركم جدا عشان وصلتوني ل 430 مشترك. انا بشكركم ومش عايزاكم بعد ما تشتركوا في القناة تلغوا الاشتراكات، عشان انا ما بشترك في قناة حد مش بلغي الاشتراك خالص. واتمنى كل اللي انا بقدمه يعجبكم. انا طبعا انا مبتدئة وعلى قدي، بس اتمنى يعني من ربنا اللي انا بقدمه يعجبكم. انا النهاردة هوريكم اسهل طريقة لتقطيع الكرومبايا وسلقها. انا قبل كده الكرومب او الملفوف قبل كده وريتكم طريقة تفصيصها من بعضيها يعني ورقة ورقة. النهاردة بقى هوريكم طريقة سلقها، هقطعها بس وهسلقها. والدتي الله يرحمها كانت بتسلقها بحالها، بس انا هقطعها 4/4 وهسلقها. بصوا، هنجيب الكرومباية وهنشيل الراس بتاعتها من فوق، وهنجيبها وهنقلبها كده على الراس اللي احنا شلناها، الحتة اللي هي فيها من فوق دي، وهجيبها كده هتبقى قدامي عاملة زي الرغيف او زي القرص كده. هقطعها 4/4. معلش الصوت. بس كده اهو انا قطعتها 4/4. اهي طريقة سهلة قوي. وبعد كده هغلي مية بكمون وملح على النار وهسلقها. انا دلوقتي هغلي المية وهوريها لكم وانا بسلقها. اهو انا حطيت حلة على النار، حطيت فيها مية، حطيت نصها بس عشان اما اجي احط الكرنب ما تفورش مني على النار. وهحط فيها معلقة ملح ومعلقة كمون صغيرين، هي معلقة ملح ومعلقة كمون. هسيب المية تغلي وبعدين هنزل الكرنب هوريكم هسلقه ازاي. اهي المية غليت، هعمل فيها ايه بقى؟ هنزل الكروم، هنزل ربع ربع من الاربع تربع اللي انا قطعتهم اهو، هنزل ربع اهو وهسيبه على كل جنب دقيقة. مش هسيبه يتهرى، يعني انا مش عايزة الكروم بتاعي يتهرى، انا عايزاه بس يطرى معايا بحيث اللي انا اما اجي الفه، اما اجي اعمله محشي والفه يبقى طري معايا، انما مش هسيبه يتهرى في السلق. طريقة سهلة قوي، اسهل من الطريقة اللي انا وريتها لكم المرة اللي فاتت اللي هي بتاعت تفصيص الكرومباية من بعضها. هي ممكن تتقطع منك صراحة، انا كنت بعمل الطريقة الاولانية بس دي اسهل. اهو هسيبها تطرى شوية وبعدين هطلعها في مصفى واحط تحت المصفى طبق او صينية عشان تتصفى كويس. اول ربع انا بسلقه اهو، اتسلق معايا يا دوبك، هياخد له غلوه بس وهطلعه هقلبه بس على الجنبين وخلاص عشان ما يتهرش معايا. هطلع في مصفى وتحتيها يا طبق يا صينيه. الربع التاني نفس الطريقة، انا هحط على الوش الاخضر عشان الوش الاخضر هو اللي بياخد سوا اكتر حاجة، واسيبها وبرضو تاخد غلوة واقلبها على الناحيتين وخلاص. يبقى كده اتسلقت معايا، وبعد ما يتسلق كله هوريكم هقطعه ازاي. اهي الكرنباية بتاعتي بعد ما سلقتها كلها الاربع تربع، هوريكم هقطعها ازاي. اهي ادي ربع اهو قدامكم بحاله، انا ما هضرتش منها اي حاجه. هعمل ايه؟ هشيل الراس اللي هي الحته اللي من فوق دي اهي، بس الاول هشيل الورق منها
اسلك الورق منها. اهو الورق كله بحاله قدامك، ما هدرتش منه ولا ورقة. هعمل ايه بقى؟ هقطعها ازاي؟ العروق دي هخللها، انا خللتها قبل كده معاكم وهخللها برضو. اجيب ايه؟ اجيب الورق كده، احطه على بعضه كده، في ورق كبير وورق صغير. انا هجيب الورق الكبير على قلب بعضه كده، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقطعه. اهي قطعتها بالطريقة دي. هو على بعضه كروم، ما هدرتش منه ولا حاجة. اهو الكروم بتاعي، قطعتها كده. عايزة تقطعيها كبيرة، عايزة تقطعيها صغيرة، انت حرة. اهي الربع كده على بعضيه. اهو عملت فيه ايه؟ العروق هاخدها وادي الربع على بعضه، هعمل فيه ايه؟ هقطعه كده كده اهو زي ما انتم شايفين. يبقى انا كده ما هدرتش من الكرومبايه بتاعتي حاجه خالص، اهو سهله وجميله. والورق الاخضر انا هحطه في الحله من تحت، في قاع الحله من تحت، هو وبشر الطماطم اللي هيفضل قشر الطماطم وقشر البصل هحطه في الحلة من تحت عشان الكرنب بتاعي ما يتلسعش، يعني احافظ على الكرنب بتاعي. اهي والعروق هخللها. اسهل طريقة واحلى من الطريقه التانية اللي انا وريتها لكم قبل كده. اهو انا هخلصها وهوريها لكم. اهو اخر ربع معايا، هوريكم برضو هقطعه ازاي. اهو كده التقطيعه اللي انت عايزاها، بس هي دي اسهل حاجه، مهدرناش ولا ورقه. والورق الاخضر اتفقنا اللي احنا هنحطوه من تحت في الحله من تحت. اهو العروق هنخللها، اهي الكرنبايه بتاعتي. الكرنباية بتاعتي بعد ما قطعتها، بصوا عايزة تخزني منها هتخزني، عايزة تعمليها كلها هتعمليها. احنا ما تقلناش عليها في السلق برضو عشان ما تتهراش لو شلناها في الفريزر. اهي العروق دي انا هخللها،
اهي الكرومباية بتاعتي، ما خدتش مني وقت. لو عجبتكم طريقة تقطيع الكرومبة وسلقها، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بتاعي واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.